عودة مشاهدينا وحضورنا الكريم للشاعر حمد البادي، أحد مبدعي الشعراء المبدعين في محافظة عنيزة. تفضل. لو هني اللي عن البيض مصروف، قلبه وحشماله عليهن جلاده، من طلعته ما ولع العين بشوف، ما غير من بيته البيت العباده، مرتاح باله كاس بن شط وكتوف، لجت 8.5 تل الوساده، لو عاش عمره شعيب ما تلتل الاوف، قلبه ما غير يضخ دم البلاده، ليته يبايعني وزيده بغضروف، واعطيه ضلعين او ثلاثه زياده، البيع ليته يبايعني وزيده بغضروف، واعطيه ضلعين او ثلاثه زياده، البيع رابح والعوض فيه مخلوف، ما هو غبن لو الهل سعاده، ارتاح من قلب معنى ومشغوف، عي يهيد ولا يسانع هياده، سلط عليها اللي فرمشت الجوف، وتله بعنف ما يعرف الهواده، كنه ينسل له خيوط من الصوف، متشرب كاتن في فروع العراده، تسمع تكشطهن وتذعر من الخوف، لو ان قلبك ما يعرف الرعاده، اقفك ما طير مع الريح محذوف، حر وحش وانذار باول هداده، لو عذابي كيف بسعى وبطوف، وانا جروحي ينزف من قياده، يلي تمر انه نسانيس قرقوف، هبن عليه وذعذع له براده، وقول ان حرام اللي تسويه ونشوف، عطنا الكلام المختصر والافاده، اما يجي ويعالج الجرح ويروف، ولا يلقني حروف الشهاده. سلامة الجميع. صح لسانك، صح لسانك، يعطيك العافيه.